المسلمين هم ما يقبلون بالإصلاح، لأنه وجودهم وكيانهم لا يكون إلا بتواجدهم السياسي بهذه الشخصيات الفاسدة وغيرها. إذا انزالوا راح أي وجود لهم من العراق. أنا وجودي، وآسف قد يكون شوي بتكبر، مو وجودي وجود سياسي، أنا موجود قبل أن يكون الوضع السياسي الحالي العراقي. أنا وجودي بنسبي، بعمامتي، بأفعالي، بشعبي، بناسي، بأتباعي، بمحبيني، برضى الله عني إن شاء الله وحبي لله، هذا يقومني. هم اللي يقومهم شيء واحد، وجودهم السياسي. فلان إذا أزيل من السياسة ومن الحكومة يصير صفر إلى اليسار.